احنا في احد اقدم تاني اقدم مقبره عندنا، ان احنا اقدم مقبره احنا اكتشفناها في اسكندريه هي مقبره الشاطبي اللي بيجرى عليها حاليا يعني ترميم واعاده اصلاح يعني بقياده الدكتوره منى حجاج، احد يعني اشهر الاثريين الموجودين حاليا في اسكندريه. دي تعتبر تاني اقدم مقبره مكتشفه. في البدايه خالص كانت يعني في ناس اختلفت على التسميه، في ناس قالت ان هي اسمها خديوي مصطفى كامل، كانت اسمها في البدايه على اسم اخو الخديوي اسماعيل، وبعد كده حرفها الحي نفسه اصبح اسمه مصطفى كامل يعني تيمنا بالقائد العظيم مصطفى كامل. وتم اكتشاف هذا المكان بالصدفه البحته سنه 1933 وسنه 1934 اثناء اعداد هذا المكان لعمل بعض المنشآت، فتم اكتشافه بمحض الصدفة. أدرياني أحد مديري المتحف اليوناني الروماني، احنا عندنا كذا واحد مدير يعني يعتبروا أعلام للمتحف اليوناني الروماني، أشهرهم بوتي خلاص جوزيف بوتي، بعد كده إيفاريستو بريتشا، وفي الآخر أدرياني. أدرياني عمل حفائر في هذا المكان، وصف إن كان فيه 6 مقابر، والمقابر تعتبر تاخد الشكل المقدوني لكن مع بعض الاضافات السكندريه اللي ظهرت فقط في مقابر اسكندريه. مقابر اسكندريه لها خصوصيه، هي مقابر مقدونيه التراث، بترجع لشكل المقابر في بلاد مقدونيا او منطقه مقدونيا في اليونان، لكن اضيفت لها بعض اللي هو ايه التاتش السكندري خلاص. لكن للاسف احنا عندنا دلوقتي المقابر اللي نقدر نشوفها هي المقبره الثانيه والاولى والثانيه والثالثه بوضوح، فيما عدا المقبره الرابعه تعتبر الى حد ما شبه مهدمه. الخامسه والسادسه للاسف مجرد عندنا بعض الوصف البسيط لادرياني لكن مش موجوده حاليا على ارض الواقع. تمام. طيب احنا قلنا احنا عندنا كام نيكروبوليس او جبانه في اسكندريه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاكرين عندنا كام نيكروبوليس؟ عندنا كام جبانة في اسكندرية؟ هل تطرقنا للموضوع ده؟ بعض احنا قلنا نيكروبوليس يعني جبانة. ويعني ايه جبانة؟ نيكر او نيكرو معناها دداد، بوليس مدينة، فنيكروبوليس معناها مدينة الأموات. هي الجبانة هي عبارة عن منطقة او مساحة من الأرض خلاص بيتم استخدامها للدفن. اوكي يعني مدافن خلاص. طيب احنا كان عندنا نتيجة موقع اسكندرية الجغرافي ما ينفعش تعمل المقابر او الجبانة بتاعتك ناحية الشمال، صح؟ ليه؟ عشان في بحر. اوكي؟ ولا ناحية الجنوب، عادة هتعملها يا اما شرق او غرب. الجبانة الرئيسية في اسكندرية في بداية العصر اليوناني اللي هي منطقة الفترة البطلمية كان ناحية الشرق خلاص، ودي كانت الجبانة الرئيسية لمدينة اسكندرية. لكن نتيجة وجود مصريين في مدينة اسكندرية والمصريين كانوا بيدفنوا ناحية الغرب خلاص، لأن هي دي مدينة الأموات دايما، حتى مقابر اللي هي مقابر الملوك والملكات خلاص كلها في البر الغربي. ليه البر الغربي؟ لأن هي المكان الذي تغرب منه الشمس، فهي تعتبر مدينة الإيه؟ الأموات. فظهر عندنا جبانة غربية، وفي بعض الأقاويل نتيجة التخطيط بتاع الجبانة الغربية يقول لك أكيد الجبانة الغربية ما كانتش جزء أساسي من المدينة، لأن هي سكاترت. يعني إيه سكاترت؟ يعني ما بتاخدش شكل واضح، يعني تحس إن هما بنوها بالعافية خلاص؟ لكن اللي بتاخد شكل واضح شوية اللي هي الجبانة الشرقية. مع الوقت وخصوصا مع بداية العصر الروماني ونتيجة يعني قمة الامتزاج ما بين الديانة المصري واليوناني حصلت في العصر الروماني. خلاص بقى هم بقالهم فتره وسنين قاعدين، حصل امتزاج ونتيجه تاثر الرومان بالديانه المصريه القديمه ظهرت بعض الايه يعني بداوا يدفنوا ناحيه الغرب زينا، بداوا يدفنوا ناحيه الغرب. طيب عندنا امثله ايه للجبانه الشرقيه؟ الجبانه الشرقيه امثله منها اللي هي مقابر الشاطبي، مقابر مصطفى كامل، تجران، كوم الشوافه غرب، كوم الشوافه غرب. امثله الجبانه الغربيه الانفوشي، المقابر او الكاتاكومب، سألني المره اللي فاتت على الكاتاكومب، كاتاكومب كوم الشقاف. تمام. يبقى احنا عندنا لغايه دلوقتي كم مقبره؟ كم جبانه؟ اثنين. هي عباره عن مساحه من الارض تهدى او ديفوتد ان انا ابني مقابر. هو الجبانه في مجموعه من المقابر. اوكي؟ ده كده مفهوم؟ نقولها بالانجلش؟ يبقى الانشنت الكسندريا
We had mainly the original necropolis. What is the meaning of necropolis? It's a place of land. It's a place of land devoted to, يعني devoted to مكرسة. Devoted to build number of tombs. According to the geographical location of ancient Alexandria, the necropolis of ancient Alexandria could not be in the north. Because of the existence of the Mediterranean Sea, and it also could not be in the south because of being nearby the Marriott Lake. So the necropolis, the place of the tombs, could either be in the east or the west. The Greeks in the beginning preferred to bury their tombs or bury their deceased in the eastern part. So the main or the original necropolis of ancient Alexandria was the eastern necropolis. However, because of the existence of the Egyptians, Egyptian nationality in ancient Alexandria, the Egyptians preferred to bury their bodies in the western part. So we had also the western necropolis. However, it was according to its design scattered. It was not an original in the original plan of the ancient city. And by the time, especially by the Roman times, and because of being affected, يعني affected, تأثر, because of being highly affected by the ancient Egyptian funerary beliefs, the Romans, the foreigners, began to bury their bodies in the eastern or the western? In the western. The place of the deceased. The Egyptians believed that the western side of the bank of the Nile, that the western part was the place where the sun set down. So it was a place of the other world. What are the examples of the necropolis? We have examples of the eastern necropolis such as Mustafa Kemal, Shadbi, the most ancient one. However, being the most damaged tomb, هي معتبر من اكثر الاماكن للاسف مهدمه. عارفين اماكن فين مكانها؟ قدام سان مارك. خلاص. However, it's a very important tomb because of being the most ancient one till now discovered. The second most ancient one is are the tombs of Mustafa Kemal. We have also Tigran tomb in a part of the eastern necropolis. It was after that transported to the open museum in Catacomb of Qom al-Shu'afa, as we will see later. And we have also examples of the western necropolis, such as the Catacomb of Qom al-Shu'afa. And we will define later what is a catacomb. This place is a part of the district of Mustafa Kemal. It was named after the brother of Khedive Ismail Pasha, who was Mustafa Kemal Pasha. And later it was named after Mustafa Kemal, the eloquent spokesman, the revolutionist during that time. The place, the tombs were discovered by chance. Discovered by chance. During 1933-1934, during preparing this place for making different or establishing different organizations or buildings. And Adriani, the third director of the Greco-Roman Museum, excavated or described about 6 tombs. However, what can we see now are 3 well-preserved tombs and 1 damaged tomb, so they are 4 now. Okay? These tombs are Macedonian in style, but having the Alexandrian effect or Alexandrian influence. تمام؟ بغاية كان مفهوم يا شباب؟ In the ancient times, this part, this district, was a place or a part of a very important district in ancient Alexandria called Eleusis. حي الإليسيوس. وحي الإليسيوس تم وصفه من خلال بعض المصادر زي ستريبن وليفيوس إن هو كان مكان مملوء بالحدائق الغناء وكان مهدى لإلهة يونانية ممتزجة مع إلهة مصرية اللي هي اسمها إيه؟ الإلهة إيزيس ديميتر. خلاص؟ مش عايزين ندخل في ديانة كتير يعني، بس الإلهة إيزيس لها طبيعة خاصة، هي الإلهة المصرية الوحيدة التي تعدت عبادتها حدود مصر. خلاص؟ وكانت متقبلة من كافة الجنسيات. ونتيجة شهرة عبادتها ظهر لها امتزاج مع بعض الآلهة اليونانية، من أشهرها الإلهة ديميتر، أحد أشهر الآلهة اللي انتشر الأولمب، اللي هي كانت إلهة الزراعة والحقول
فظهر شكل تاني للإلهة إيزيس في العصر اليوناني الروماني اسمها إيزيس ديميتر، إلهة الحقول والمراعي. تمام؟ فإذا هذا المكان كان جزء من حي مهدى لهذا الإلهة خلاص، وكان بيوصف بأنه هو مكان فيه حدائق عامة وفي gardens وهكذا. يبقى this place was a part of Eleusis district which was described by many historians such as Strabon and Livius, and it was devoted to يعني devoted أهدى to one of the forms of the Egyptian goddess Isis. However, her fame, her super fame, alas, crossed the frontiers of Egypt. يعني crossed the frontiers of Egypt. عدت حدود مصر during the Greek Roman times. One of her famous forms during that time is Isis assimilated with. يعني assimilated. ممتزجة. With a very Greek, famous Greek goddess who was Demeter, the goddess of fields and gardens. And this place, according to the historians, was full of gardens. It was a place of entertainment. ماشي؟ اوكي؟ ده كده مفهوم؟ تعالوا يلا بينا كده.